نحن الآن على الحدود السورية في ريف إدلب الشمالي وتحديدا في ساحة باب الهوى في مدينة سرمدة. خلفي هنا مظاهرة للأهالي في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، تجمعوا هنا على الحدود السورية التركية طبعا يوم الجمعة بعد يعني جاءت هذه المظاهرة بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن وإفشال قرار بوقف إطلاق النار. اش عاملين لكم؟ عم تقولوا عنا ارهاب؟ وين الارهاب؟ انتوا اللي عم تتعدوا علينا، هي الحكام وروسيا وايران. نحن بدنا نبين للعالم كله موقف واحد، اذا ضل الوضع هيك عندنا في ادلب بدنا نفوت كلياتنا على تركيا ومن تركيا على بلاد اوروبا كلياتها، وبدنا نفوت للصين لله يسار. الحمد لله رب العالمين، مثل ما انكم شايفين هاي الناس اجت من ريف حماة الشمالي، من ريف ادلب الجنوبي، من المناطق في الشمال السوري لحتى تندد بقتل الاطفال. نحن ما لنا مقاطعه من مقاطعه روسيا او الصين ليتحكموا بقتلنا باطفالنا بنسائنا، نحن اصحاب الارض، اصحاب قضيه، اصحاب حق. فهذا الامر راح نوصله للمجلس الامن الدولي. امبارح كان قرار مجلس الامن ضعيف وكانه هوايه روسيا والصين هي قتل الاطفال باستعمال الفيتو او غيره. فنحن اليوم منطالب السيد رجب طيب اردوغان، منطالب مجلس الامن باحاله الملف لجمعيه الامم المتحده، ومثل ما انكم شايفين قتل الاطفال بالطائرات. نحن ما لنا ارهابيين، نحن شعب اصحاب الارض، بلد السلام ادلب وحماه والشمال السوري وسوريا بالاجمع بلد السلام. لكن الارهاب هو طائرات الاجرام الروسيه وعصابات الاسد المجرمه تقتل الاطفال يوميا بالطائرات والقذائف مثل ما شاف العالم بالاجمع. في ادلب المتظاهرون هنا وجهوا عده رسائل الى الدول الاوروبيه ولا الاتحاد الاوروبي والى روسيا والصين على افشالها القرار بوقف اطلاق النار في ادلب وفي الشمال السوري. طبعا بالتزامن مع هذه المظاهرات تستمر القوات المدفعيه وصواريخ النظام بالتساقط على احياء وقرى وبلدات في ريف ادلب الجنوبي والجنوبي الشرقي. عده رسائل خرجت من هذه المظاهره اليوم على الحدود السوريه التركيه طبعا لتوجيهها باتجاه المجتمع الدولي لوقف بحسب ما قاله الاهالي هنا شلال الدماء ووقف المجازر التي تحصل بحق اهلنا المدنيين في ريف ادلب.